مساء الخير، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب جماعه تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل طريقه الفازلين بطريقه سهله وبسيطه، هنعمله في البيت وهيبقى احلى من اللي احنا بنجيبه جاهز كمان، لان الفازلين ده احنا بنحتاجه في حاجات كتيره جدا. في ناس بتقولك ما تستخدمهوش على البشره، لكن بجد هو ليه استخدامات كده معينه على البشره، بيخلي بشرتك ناعمه زي الحرير، وكمان ما بيخليش التجاعيد تقرب منك، وبيخلي بشرتك ملمسها ناعم جدا، وفي نفس الوقت كمان بيشد البشره جدا. وهقول لكم تستخدموه ازاي على البشره وعلى الايدين وعلى الركب على الاكواع وكمان على القدمين. فهو من الحاجات الجميله جدا المستحبه اللي احنا بنستخدمه في حاجات كتيره جدا. هنعمله النهارده بحاجات بسيطه جدا، مكونات في قلب بيتنا، مش هنجيب اي حاجه من بره، وهيطلع معانا فازلين زي القشطه. تمام، دي كده شمعه عندي، هاخد منها بس معلقتين هبشرهم كده، وهاخد منها اي شمعه عندك تنفع. ان شاء الله الشمعه من نص جنيه او ام جنيه، تقدري تاخدي منها نصها بس اللي هي بالجنيه دي، اللي هي صغيرة يعني طول الصباع مرتين، هتاخدي منها حتة طول الصباع كده وهتبشريها بالمبشرة. انا هاخد من دي معلقتين بس وابشرهم بالمبشرة كده قدام منكم، وبعد كده هقول لكم على طريقة الفازلين اللي هي سهلة جدا وبسيطة، وهتعمليه في بيتك وهيبقى في منتهى الأمورة، هيبقى حلو جدا وكمان هيفيدك كتير، وهتستخدميه في حاجات كتيرة جدا خاصة في الشتاء، لان الفازلين من الحاجات الجميلة اللي هو ترطيبه عالي جدا، خاصة لما تعمليه في البيت بقى بيبقى مكوناته طبيعية جدا وجميل جدا، وكمان هينفعك في حاجات كتيرة جدا. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ ياريت لايك وشير في الخير عشان تقسمونا الأجر والثواب إن شاء الله، ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. وأقول لكم إيه هي المكونات اللي من قلب بيتنا اللي هنعمل بيها أقوى فازلين طبي في البيت بدون ما نشتري ولا نروح ولا نيجي. تمام، هجيب كده المبشرة بتاعتي بالشكل ده، وهبشر معلقتين من الشمع اللي معايا ده بالشكل ده كده، بشرت كده قد معلقتين من الشمع اهو، بصوا اهو، بصوا كده ادي معلقه وادي معلقه كمان في الماء ده كده زي ما انتم شايفين، وهرفعهم على نار هاديه لحد ما يسيحوا تماما، وهرجع اكمل معاكم واقول لكم الفازلين الجميل ده هنعمله ازاي، وكمان هنكمل بقيه مكوناتنا. وطبعا ما تنسوش ان في سؤال بنجاوب عليه في كل حلقه من حلقاتنا، بنجاوب على سؤال من اللي بيجينا على الخاص، والنهارده السؤال هنجاوب عليه ان شاء الله في اخر الحلقه. بصوا رفعته على نار هاديه بالشكل ده مع التقليب المستمر لحد ما يسيح تماما، وبعد كده هنزل بكوبايه زيت. تعالوا كده نحضر كوبايه الزيت، اي زيت عندك تقدري تستخدميه. عايزه تستخدمي زيت جوز الهند عادي مفيش مشكله، زيت الزيتون، اي زيت انت بتحبيه وتفضليه استخدميه. ما عندكيش كل ده هتستخدمي الزيت بتاع الاكل اللي موجود في بيتك، هينفع وهيبقى معاكي زي الفل. تمام كده، تمام، هاخد كده كوبايه من الزيت بالشكل ده. بالشكل ده كده كوبايه من الزيت، الكوبايه دي صغيره من بتاعه الشاي، وعليها معلقتين من متوسطين من الشمع اللي احنا بشرناه. تمام كده، تمام، هناخدها كده بس مش هننزل بيها غير لما الشمع يسيح تماما. كده بصوا الشمع ساح اهو بالشكل ده اهو. لو عايزه تعملي كميه اكبر من كده تقدري تضعفي الكميه مفيش مشكله، بس اللي احنا عاملينه المره اللي فاتت لسه عندي منه، فهو بقى زي ما انتوا كده شايفين بالشكل ده انا عامله الكميه الصغيره دي. واول ما يسيح معايا الشمع هنزل بالزيت على طول اللي انا بستخدمه بالشكل ده كده، وهبدا اقلب تقلبتين واطفي النار على طول مباشره. تمام بالشكل ده كده طفيت النار مع التقليب بقى المستمر اهو بالشكل ده كده. ما بسيبش ايدي منه لمدة 5 دقايق على الاقل بعد ما اطفي عليه النار. تمام كده، تمام، بصوا بالشكل ده كده، وتعالوا بقى نكمل بقية وصفتنا. بصوا بقى طبعا انتوا عارفين ان احنا كنا عاملين الجرسلين مع بعض قبل كده اللي هو ده، هضيف معلقتين من الجرسلين علشان بقى يبقى قوامه مغذي كده وجميل جدا بالشكل ده، وبرضو هقلب الجرسلين هنا هيديه حاجه كده في منتهى الجمال كمان، علشان اما تستخدميه يغذيلك البشره او الجلد عموما، وكمان هيخليه في منتهى الجمال بالشكل ده كده.
حاجة كده روعة. وهو لسه سخن كده هجيب العلبة بتاعتي وهفضيه فيها على طول، علشان اما يبرد هيبقى نفس الفازلين اللي احنا بنشتريه من برة بجماله ونعمته، وهيبقى اقوى منه كمان فعليا، علشان الجريسلين اللي احنا ضفناه، الجريسلين ده بيديه ملمس ناعم وجميل جدا، خاصة الجريسلين اللي احنا عاملينه في البيت، فهو يعني مغذي قوي جدا للجلد. تمام بالشكل ده كده هبدأ اجيب العلبة بتاعتي وعبيه. بص يا قمرات، هبدأ كده انزله في العلبة بتاعتي بالشكل ده، شايفين حاجة كده في منتهى الجمال. وهشوف علبة تانية احط فيها الباقي ده، شايفين من معلقتين من الشمع وكوباية صغيرة من الزيت، عملنا كمية محترمة من الفازلين، فهو من الحاجات الجميلة جدا. وهسيبه بالشكل ده لحد ما يبرد تماما، هحطه على الرف في التلاجة لحد ما يبرد تماما. ساعة واحدة هتبص تلاقيه بقى زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، وهرجع معاكم اوريهولكم حاجة كده في منتهى الجمال. بص يا قمر، بعد ما مر عليه ساعة بالظبط في التلاجة، بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. بصوا انا استخدمته على ايديا كده، مش عايزة اقولكم عن نعومة واللمعان. كمان ممكن تستخدميه حوالين الاظافر علشان الزوائد الجلدية، وكمان بينعم لك الاظافر جدا وبيقويها وبيلمعها وبيخليها في منتهى الجمال. وهتستخدميه بالشكل ده كده على اي مكان عندك في جسمك او في جفاف، اي مكان عندك في جفاف تقدر تستخدمي عليه الفازلين ده. بصوا حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة كده بصوا نعومة بقى ونضارة ما حصلتش، حاجة كده في منتهى الجمال. فاستخدموه، حلو جدا جدا، وعملناه من لا شيء، من مكونات في بيتنا، ما اشتريناش ولا رحنا ولا جينا ولا اي حاجة. وده القوام بتاعه، بصوا احلى من اللي بنجيبه من بره، شايفين. بصوا حاجة كده في منتهى الجمال، بعد ما مر عليه ساعة او ساعة وربع بالظبط بقى معايا بالشكل ده على الرف في التلاجة، بيبقى معاكي بالشكل ده. وبعد كده هتحطيه عندك بقى على التسريحة، وتستخدميه بقى على الايدين وعلى الركب وعلى الاكواع. بس انا عايزة في ملحوظة مهمة، لو هتستخدميه على البشرة هنضيف نقطتين من الجريسلين الاول في ايدينا كده بالشكل ده، وهناخد قطعة من الفازلين وهنقلبهم مع بعض كده وهنعملهم ميكس كده، وهستخدمهم على البشرة. مش عايزة اقولك بيودي البشرة في حتة تانية خالص، وبينعمها وبيخليها في منتهى الجمال. استخدموه بالطريقة دي على البشرة، هيفتح بشرتكم جدا، هيخليها كده لمعة ونضرة وجميلة، وكمان مش هيخلي التجاعيد يقرب من بشرتك حتى لو كان سنك 70 سنة. فهو من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي بستخدمه على بشرتي. بصوا انا استخدمه على بشرتي على طول، فعشان كده مفيش تجاعيد الحمد لله، وكمان بشرتك منتهى الجمال وفيها نضارة حلوة جدا، وفي نفس الوقت كمان بيديها لمعة جميلة كأنك حاطة ميك اب، بيبقى حلو جدا جدا، خاصة لو عملت الحركة دي قبل النوم ونمت بيه، بيخلي بشرتك قمر القمر. اتكلمنا النهاردة عن طريقة عمل الفازلين في البيت وكيف نستخدمه. تعالوا بقى نجاوب على السؤال بتاع النهاردة. والسؤال بتاع النهاردة بيقول انا عندي صداع شديد ودايما معايا مصاحبني وما بيروحش بسهولة، ومسبب لي قرف في حياتي وتعبني جدا، اعمل ايه علشان الصداع ده يروح؟ اولا هتعمل مشروب حلو جدا، اول ما الصداع ده يجيلك هتعمل المشروب ده، هيخلصك من الصداع بمنتهى السهولة. ايه هو المشروب؟ هجيب ربع معلقة من البن، ربع معلقة من الجنزبيل البودر، وربع معلقة من القرفة، حطهم ميكس كده في كوب واضيف عليهم ماء مغلي واقلبهم كويس جدا، واول ما الصداع يجيلي هاخد المشروب ده، بيضيع لك الصداع في لمح البصر. ممكن كمان المشروب البابونك برضو حلو جدا للصداع، وكمان بيهدي نفسك لو انت انسان عصبي، من الحاجات الجميلة جدا مشروب البابونك. اشرب المشروبين دول لما يجيلك صداع هيروح بمنتهى السهولة. كده وصلنا لاخر حلقتنا، يا رب اكون فدتكم، لو استفدتوا ولو بمعلومة ياريت لايك وشير في الخير. احبكم في الله، باي باي.